وهذا المناجر شنو دوزات فيا، حسبي الله ونعم الوكيل، الله ياخذ فيك الحق. عطاتهم واحد الثمن اللي هو خيالي، وقالت لهم يصيفطوا ليها في الحساب ديالها. خبيته لدرجه كانت باغا تفرقنا انا وياه، يعني ورينا بسبب هذا المناجر كانت كتاخذ فلوس اكثر من اللي كناخذوا حنا. البنات، الموضوع اللي كنت بغيت نهضر فيه، بغيت ننبهكم، الله يخليكم، اي واحد او اي وحده تقول لكم انا راني المناجر ديال نهيله، راه الرقم الوحيد اللي عندي اللي كنهضروا فيه حنا وانا اللي مسؤوله عليه هو هذا النمره هذا، هو هذا الايميل هذا. انا كنت مع واحد المناجر لمده عامين من طنجه، وهذا المناجر ما نقولش لكم شنو دوزات فيا، شنو العار اللي دوزات، رغم اني انا ما دوزت معاه الا كل خير. الحمد لله. شوفي انا كنقول كلمه واحده، حسبي الله ونعم الوكيل، الله ياخذ فيك الحق، الله ياخذ فيك الحق، الله ياخذ فيك الحق، الله ياخذ فيك. شوفوا النصب، شوفوا النصب. تعيط لي السيد، هاد الناس هادو عندهم الزهر، والله العظيم مني لقاو هاد السيد دخل وتوسط عندهم الزهر، ما مشاوش ليهم فلوسهم. اختي نهيله، السلام عليكم اختي نهيله، المناجر ديالك راه هضروا مع واحد الناس وعطاتهم واحد الثمن اللي هو خيالي، وقالت لهم يصيفطوا ليها في الحساب ديالها. انا ما فهمتش واش هذا الشيء هو اللي كتطلبي انت، ولا هذا، ولا تفاهموا مع الناس راه باغيين يخدموا. شكون هذا المناجر؟ شكون انت صيفط ليا لي ديطاي وصيفط ليا كلشي؟ واش ما كتخافيش الله؟ واش ما كتحشميش؟ واش هذا الشيء كاع اللي درتي فيا وباقي ما بغيتيش تسالي؟ واش كاع هاد الهضره اللي درتي فيا، وهاد العار اللي دوزتي فيا، وهاد قبل تكملي حتى بالنصب، راه غتخرجي على راسك بنت الناس، راك قلبتي عليا بزاف وحفرتي ورايا بزاف، وراكي غادي تخرجي على راسك وكوني متاكده. شوفي البنات، راه والله ما بقى الثقه. شوفي هاد السيده على هاد الشيء اللي دوزت فيا واللي دوزتو فيها انا، كوني متاكده بنت الناس، كوني متاكده وحق الله العظيم، إما غتخرج لك طريفه في الدنيا قبل الاخر، والله ما غادي تخرج لك طريفه. ماشي دوزتي فيا غير انا، دوزتي في عابر براني، دوزتي العار في 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 في, في رباب ازماني، دوزتي العار في سناء كشوب، دوزتي العار فيا انا. حنا كلنا خايبين، قاعد الناس ما خليتيش رشمتي ليهم حياتهم وسمعتهم وحالتهم، وانت اللي مزيانه راه غادي تقلبي عليها، راه العظيم غادي تقلبي عليها، واخرتك غتكون خايبه بزاف. ولي زانفلونسوز اللي كيخدموا معاها، اللي كتبلحس عليهم، ها العبره، ها عابر العبره. شد قال لكم عليا؟ اشنو كتقول لكم عليا؟ صافي داكشي اللي غيتقال عليكم. انا نصيحتي ليكم، نصيحه اختكم ليكم، ردوا بالكم، خدموا على راسكم، الا كانت الخدمه ما تجريش على رزقك، ولكن حضي فمك، حضي دارك، سدي دارك، سدي دارك، سدي دارك، سدي دارك. نصيحه اختك، نصيحه المجرب، انا مجربه، ها عابر مجربه، ها رباب ازماني مجربه، راه نتوما كتسمعوش تقول علينا، كافي داكشي اللي غتقول عليكم من بعد. انا من نهار اللي تفارقت معاك في يدي ما نوض ناخذ دوك لي بريف ونتابعك قانونيا، ولكن شفت فيك وجه الله وقلت حسبي الله ونعم الوكيل، هذه تكفي، ولكن من القدام غادي يوقع شي حاجه اخرى، قسما بالله يا داكشي اللي عجزت نديرو هاد المره غنديرو بالقانون. انا من نهار اللي تفارقت معاك في يدي ما نوض ناخذ دوك لي بريف ونتابعك قانونيا، ولكن شفت فيك وجه الله وقلت حسبي الله ونعم الوكيل، هذه تكفي، ولكن هنا القدام غادي يوقع شي حاجه اخرى، قسما بالله يا داكشي اللي عجزت نديرو هاد المره غنديرو بالقانون. بون كنقرا لي ميساج، كلشي كيقول لي على ما كتهضر نهيله، طبعا ما غنقولش الاسم، انا كنكون نسيت وطويت الصفحه، عايشه حياتي في كازا بحق، باش قلت لكم داكشي جا على قلبي، حيتاش انا دابا في طنجه، وطنجه نتوما عارفيني كنخرج كنوجد الحفله، كنخرج كنخدم الاشهارات، فلوس صغيره، باقي داكشي ديالها تلاشي، وباقي الناس كيوصلوا لي الهضره، وباقي فعلا واحد الانسان اللي فريمون خبيته، قبل ما تخدم مع نهيله باربي، قبل ما تخدم مع عابر براني، خدمت معايا انا، كانت مانجر ديالي انا،
وقبل مني كانت صفاء شاني. صفاء شاني كانت هي الاولية، انا هي الثانية. جيت مع كليب ديال بلقانا مش كانت كتدخل عندي وكتقول لي نرجع مناجر ديالك، كانت غلطة حياتي لان فريمون شوهت السمعة ديالي هنا في طنجة وحتى درجة وتل درجة كانت باغا تفرقنا انا ويا، يعني كتجي عندي كتقول لي شي هضرة فيا، كتمشي عنده كتقول له شي هضرة فيا. لا اله الا الله، دعيتها غير الله. ما دابا فاش هضرت له هيلا طلعت الستوريات ديالها، حيت سي فري كتقلب الصفحه وما داك الحاجه كتبقى دائما ما كتنسالكش، فهمتوا؟ ما كتبردلكش، سورتو ماشي شي حاجه اللي ما غتبقاش مأثره عليك، شي حاجه اللي انا بقات بعدا مأثره عليا. انا في طنجه الناس حتى كيتلاقاوني وحتى كنخدم معاهم حتى كيعرفوني وقربوا لي، عاد كيقولوا لي وا على نظره كانت عندنا، فلانه هاش قاتلنا وهاش قاتلنا وهاش قاتلنا عليك، نسينا الحلاوه تاع علاقه مع داك الشيء. هذاك الشيء واخا واحد كدعاه من الله، ولكن خاص شي اجراءات اخرى من غير شكوى من الله، لان باقي زايد فيها. حتى انا بحال ويلا غنخلي لكم الايميل ديالي فين تكتبوا لي بالنسبه للناس اللي هنا في طنجه، ما حد لي هنا بغاو باساج بوبليسيتي، سينو رقم تليفون ما نقدرش ننزلو. حتى كنقرا الايميل وكنتوصل بالصفحه ديالكم على الانستغرام، ما نعرفش من برودوي عندكم ولا شمن سير. بزاف الناس كيقولوا اشنو واقع ما فهمناش هذا الشيء. الوغ بالنسبه للموضوع اللي هضرات عليه نهيله واللي ضرها، ما ضرهاش غير هي، ضرنا حنا كاملين. انا ربب ازماني مريم اصواب راجع بزاف ديال لي زانفيونسز اللي ضرينا بسبب هذا المناجر. انا ما كنلومهاش هي، باش نكون صريح معكم ونكون واقعيه وكلمه حق نقولها، بصح اكتشفت انها كانت كتاخذ فلوس اكثر من اللي كناخذو حنا، كتطلب أثمنة خيالية، ومازال لحد الان كتبيع وتشري بوجوهنا حنا. اي واحد بغى يخدم كتقول لي بغيتي مثلا سنة شيك شوف انا نهضر لك معاها. لا اختي ما تهضري لي مع حتى واحد، انا عندي فمي، انا درت غلط اصلا نهار خليتك توسطي اولا تهضري مع الناس بسميتي، هذا غلط. انا كنقوله وكنعاود نقول على راسي، انا الحمد لله خدمتي كتهضر عليا. النهار اللي بديت النهار الاول في التعامل ديالي سواء مع الناس كليان اولا مع الناس لانه شركات، راه خدمتي اللي هضرت عليا، راه تعاملي مع الناس، راه المجهودات ديالي، راه الغوتور ديالي، راه ماشي المناجر. فهذا غلط درتو، وما كنصح حتى شي واحد سواء لي مارك اولا الناس لي زانفلونسوز انهم يبقاو اليوم مناجر يهضر عليهم. اصلا حنا في المغرب عامه اغلبيه ما فاهمش حتى شنو معنى المناجر، ما كيسمي راسو مناجر هو ما عارفش حتى المعنى ديالها، ما قاري عليها. مناجمنت عامه راه دراسات، راه قوانين، راه شركه. هو اللي ناض اللي عنده شي اختها تقول لك هذه مناجر ديالي، اللي عندها راجله تقول لك راجلي هو المناجر ديالي، صاحبي هو المناجر ديالي. شنو ما فهمش حتى المعنى ديال المناجر. مشكله هو انهم طمعوا بزاف. هما باش نزيد نفسر لكم اللي ما غيفهمش، هو كيجي كيجيب لك خدمه بحال السمسار مثلا، جاب لك شي محل اولا جاب لك شي طوموبيل، تيقول لك ها انت ها شحال الثمن ديالها، ولكن عطيني انا بورسونتاج ديالي، زيدني واحد 10% ولا 15%. هاد السمسريه ديال السوشيال ميديا ولو باغين ياخذوا اكثر من داكشي اللي كتاخذ، كيطلبوا اثمنة خياليه. فانا من هاد ستوري كنقول لكم ما عنديش مناجر، وما عمرها غتكون عندي، وما عمرني غندخلها للقاموس ديال راسي، لان انا ديما كنخدم على راسي، المصداقيه ديالي هي اللي غتجيب لي خدمه. الحمد لله ما واقفاش، ديما الناس كيعيطوا ليا، اللي عنده شي همزه كيعيط ليا، كنحضر الافتتاحات، كنحضر المعارض، كنحضر شحال من حاجه. فهادشي كيفرحني، هادشي ما داروش لي مناجر، دارتو لي. فاللي بغى يتواصل معايا هذا هو الرقم ديالي، نحط لكم هنا، مرحبا بكم. وعلى راسي وعيني، واصلا لا بلوبار انا حاليا تنتعامل مع الناس اصلا ما كيتقبلوش ديك فكره ديال المناجر. يعني كتقول لها مناجر تتقول لك ما بقيتش باغا كاع نخدم، وداكشي اللي غيدير المناجر اللهم تنقصي داك الكليان وتتعاملي معاه وتعاوني انت وياه. راه كيضحكوني انا اللي كتقول لك مثلا راجلي مناجر، انت اختي فين قرا راجلك على هذا المناجمنت؟ امتى كان مناجر؟ فين قاري شنو انت سميتيه مناجر؟ خاص كلشي تقبلوا راه مناجر، ما يمكنش. حيدوا هاد الفكره من راسكم، لان الناس اصلا ما كتقبلهاش، الناس كتبغي تتعامل معاك انت نيشان. فهذه نصيحتي، وخا انا عارفه بزاف الناس ما تعجبهمش. مجله لالا العروسه، اخبار حصريه بجوده عاليه. لا تنسوا الاشتراك في القناه للمزيد من الاخبار.